الرئيس الموريتاني يهدد مستخدمي الانترنت في بلاده. قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ان هناك من يحاول زعزعة السكينة العامة عبر ترويج الشائعات، ووصف من يقوم بذلك بانه كمن يلعب بالنار وسيندم. وخلال زيارته الى مدينة روسو جنوب موريتانيا، حيث اشرف على تدشين جملة المشاريع، قال الغزواني ان هناك بعض الامور التي تؤثر على الامن والتي من ضمنها الاستغلال السيء للانترنت. واضاف ان الانترنت ثورة تكنولوجية، وان استغلالها غير الايجابي في زعزعة السكينة العامة والترويج للشائعات الكاذبة والتحريض فئات شعبنا بعضها على بعض ونشر الكراهية امر غير مقبول. وقالت الوكالة ان الغزواني طمأن الموريتانيين ان هذا الامر، وان من تخول له نفسه القيام به كمن يلعب بالنار وسيندم.